صباح الخير. بأول آب الحرارة تحت الصفر، والمقصود أكيد الجليد السياسي بملف تأليف الحكومة. بين القوى السياسية حرب باردة، وأبعد من اللقاءات الثنائية والثلاثية معارك بالجملة بسلاح تويتر وتغريداته. وإذا بالماضي كانت المجالس بالأمانات، فاليوم الكلام انتقل من الصالونات المغلقة إلى فضاء مواقع التواصل الواسع. بكفي أنه ينقال اجتماع سري للغاية حتى يتسرب محضر اللقاء كلمة كلمة، وما في لزوم تسأله مين سربه. الحياة السياسية عنا مثل اللي عم بيعمل صبحية وفنجان قهوة وسيجارة. إيلو قال اتهامات وردود أفعال، والمواطن ناطر الفرج، وبهالوقت الضايع مرق الصيف وطار الموسم السياحي. فما بيكفي اللبنانيين الأزمات السياسية المتلاحقة لتزيد الأمور سوء بعد بروز التقارير البيئية عن الشاطئ اللبناني، فالشائعات شكلت عامل إضافي لتهريب السواح. الحركة التجارية بدورة نالت حصتها من الأزمة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، فأصبحت الحركة بلا بركة. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. التراجع بنسب إشغال الفنادق وانخفاض نسب الحجوزات مستمر للعام الثامن على التوالي، والأمال بصيف واعد ذهب أدراج الإشاعات والتقارير عن تلوث البحر وسوء الأوضاع الاقتصادية. الكثير من السياح ألغوا حجوزاتهم، وفضل قسم كبير من المقيمين التفسح خارج لبنان. نسب الإشغال بالفنادق خارج العاصمة تراجعت لل 40%، وبلغ التراجع مستويات قياسية بالمنتجعات والمرافق البحرية. نحن كان الازدهار بأقصى سنة 2010، ومنذ ذلك الوقت بدأنا بالانخفاض وبالتراجع، إلى أن الحرب السورية أثرت كثير علينا، لأنه صفى لبنان مثل جزيرة. بس مع هالإشاعات يلي عم تطلع على البلد، ما بعرف لأي درجة حيكفوا بالموضوع، لأنه تأثرنا كثير بالإشاعات اللي طلعت، خصوصي موضوع تلوث البحر. يعني عندك قسم كبير من السواح اللي بيجوا هني بدهم ينزلوا على البحر، اللي كانوا مغتربين أو كانوا أجانب أو عرب، هني بيحبوا يجوا على مية لبنان. لبنان مشهور بميته يعني ببحره، فضربوا لنا هيدي السنة بموضوع الإشاعات. إلى جانب المؤسسات السياحية، مئات المحلات والمتاجر نمت وتوسعت بالفترة الماضية أيام الازدهار السياحي، وقعت اليوم تحت رحمة غياب السياح والمغتربين من الخارج وتراجع القدرة الشرائية عند أغلبية المواطنين. ما في حدا، يعني العالم اللي كانت تجي لهون بطلت عم تجي، والعالم عم تقبض وبتعرف كل الشرك مكسورة. يعني بالشهر بتشتغل لك 3-4 أيام وبقية الأيام ماشية. خاصة إنه السوق صار ميت أبدا، ما في شيء. عندهم مصروف أكثر ما عندهم مدخول العالم، هاي الحقيقة. ما في بدن سواح، ما في سواح. كل التجار بتنطر الصيف بكون واعد، بس مبدئيا يعني إن شاء الله خير. الواقع بيطالب رئيس جمعية تجار جبل لبنان نسيب جميل بتغيير جذري للقوانين التجارية والتركيز على الاستهلاك الداخلي والسياحة الداخلية، وإلا فإنه الأوضاع مرشحة للأسوأ بالأمد القريب. بدنا تغيير قوانين لحتى هالدورة الاقتصادية تضل بلبنان، يعني المصاري تبقى بالبلد، يعني ما عم بضل المصاري بالبلد هيدي أنا مشكل فيها. يوم عم تنقص كل سنة يمكن عم ننقص 5 مليار دولار كل سنة. بين البر والبحر آلاف المؤسسات وقعت ضحية ظروف المنطقة والحرب السورية، ورغم كل الجهود المبذولة فهي رح تبقى عقيمة لحين تغير الأوضاع الإقليمية. مرحبا بيكم، مرحبا ويا هلا بيكم، يا هلا شرفتونا ونورتونا.
السياحة إلى الثقافة، ومننتقل إلى مركز الصفدة الثقافي بطرابلس يلي استضاف جلسة حوارية مع الكاتب والروائي جبور دويهي حول روايته يلي حملت عنوان طبع في بيروت. هالجلسة أتت بتنظيم من نادي قاف للكتاب وتفاصيلها بهالتقرير. طبع في بيروت، رواية جديدة وضع الكاتب جبور دويهي على رفوف المكتبات العربية اللي بتتناول مواضيع واقعية ومشاكل اجتماعية سياسية وحياتية يومية. هالرواية اللي كانت محور نقاش ضمن إطار جلسات نادي قاف للكتاب لعقد لقاء حواري بمركز الصفد الثقافي بطرابلس. كان الأساس أنه نحن نعمل مقابلة مع الكاتب لأنه فينا نحن نقرأ ونناقش، بس تكون الكاتب موجود تختلف، يعني ممكن نحن نكون فهمنا مغاير لهدف الكاتب أو هو شو كان فكرته. وجود نحن بمنطقة الشمال وعنا مثل الروائي اللي هو الدكتور جبور دويهي، طبيعي أنه نحن يكون له حصة معنا. هي رواية تاريخية سياسية ثقافية اجتماعية جامعة الحقيقة. أنتوا عم تقريها بتحسي المشهد، بتحسي لما مشيعينه لواحد من الأبطال. هلا أنا أشعر بدني وقت عم حكيكي من كثر ما تأثرت وقت قريتها. بيحكي جبور من خلال عينة عن تقريبا كل التاريخ اللي انبنت فيه بيروت واستطرادها من لبنان، وطبعا بيعملها بطريقة ما فيها تكلف. يعني جبور كل رواية بتلاقي بيتطور عن الرواية اللي قبلها. أنا وقت بلش كتاب لقلو مبعود بوقف وعم يطال اشياء كتير، مشاكل المجتمع، الحساسيات الموجودة. تخلل اللقاء حوار مع روائي جبور دويهي لحاوره الكاتب خالد زيادة، حيث تشارك الجمهور أسئلة وتحليلات حول رواية طبع في بيروت. أما ختام اللقاء فكان بتقديم درع لروائي جبور دويهي من قبل نادي قاف للكتاب. يعني هي رواية صغيرة بس فيها محاولة يعني استعادة أشياء عديدة بتاريخ بيروت وتاريخ الطباعة وتاريخ الأشخاص وعلاقاتهم الشخصية والغرامية والسياسية وهالمعنى، يعني وصف مكثف مثل ما الحياة. هذه الرواية منوعة، فيها مستوى بوليسي، فيها مستوى تاريخي، فيها مستوى عالي من السخرية أيضا. السخرية ربما ما كل القراء التقطوا هذه السخرية، وفيها حبكة حول الطباعة وتاريخ الطباعة في لبنان. إذا في حالة عم نرجع نعيشها، وإن شاء الله هالجيل اللي بعدنا يدل عايشة بتذوق الأدب والرواية الفن السياسي. مناسبة يجب أن تتكرر بصورة دائمة لدى كافة الهيئات والجمعيات الثقافية.